يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول قابلت أحد الإخوة من إحدى الدول العربية فقال لي إن الولي قد علم ما في نفسي حيث أنني ذهبت إليه مرة وأردت أن أعطيه 100 جنيه ثم غيرت نيتي وأعطيته 50 جنيها فقال لي هذا الولي لماذا غيرت نيتك فهو قد علم ما في نيتي مع أنني لم أحدث بهذا أحدا. هذا من الشيطان، الشيطان هو اللي يحدث بهذه الأمور. أما الإنسان لسيما الميت ما يدري، لكن الشيطان قد يسمع منك كلام أو من غيرك أن فلان بيروح يعطي كلا، يسمع هذا ويشيعه ويقولون هذا من الأسرار الدالة على الكرامة. لا، هذا من الشيطان، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.